تواصل الاحتجاجات في العراق على الرغم من الاستقالة المزمعة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي. النائب العربي في الكنيسة الدكتور أحمد الطيبي يتعرض لاعتداء جسدي ولفظي في إطار مشاركته بإحدى الندوات الثقافية. الشرطة البريطانية تكشف أن منفذ عملية طعن أمس هو عثمان خان وسبق وأن أدين بالإرهاب. السلام عليكم مشاهدينا، موجز إخباري من i24 نيوز، والبداية من العراق حيث يواصل المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم على الرغم من الاستقالة المزمعة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وذلك في العاصمة العراقية بغداد ومدن الجنوب، قائلين أن الاستقالة غير مقنعة. وتجددت التظاهرات بالأخص في مدينة الناصرية على الرغم من القمع الدموي الذي نفذته قوات الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهرا خلال اليومين الماضيين. طبعا وللحديث أكثر حول الشأن العراقي ينضم إلي السيد علي القيسي وهو رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية، وينضم إلي من العاصمة الألمانية برلين عبر خدمة سكايب. سيد علي، الأحداث تتسارع الآن في العراق على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد السياسي بحسب الأنباء الأخيرة في هذه الأثناء، وخلال كلمة يلقيها عادل عبد المهدي في البرلمان قدم استقالته بشكل رسمي، لكن هذه الاستقالة هل ستغير شيئا على أرض الواقع، بالأخص عندما نرى بأن المظاهرات لا تزال مستمرة؟ سيدي الكريم، هذا الاستهتار بمشاعر العراقيين وإهانتهم يعني مستمر بعادل عبد المهدي، كذلك الحكومات المتعاقبة منذ 2003 حتى الآن. عادل عبد المهدي كان المفروض عليه أن يقدم استقالة للشعب واعتذار للشعب ويضع نفسه تحت تصرف القضاء. عادل عبد المهدي تسبب بأنهار من الدماء بالعراق، نحن نتحدث عن أكثر من 15 إلى 18 ألف جريح، نتحدث عن أكثر من 500 أو إلى 600 شهيد، نتحدث عن حوالي 10,000 معتقل، أكثر من 120 مختطف ومختفي. هذه جرائم ارتكبت في العراق. عادل عبد المهدي يريد يختزي كل هذا الأمر من خلال استقالة أو من خلال، ثم أن البرلمان جزء من المشكلة. ما قال أن الشعب العراقي يعترف بالبرلمان؟ أساساً البرلمان أتى بانتخابات مسيسة ومنقوصة، وكلنا يعلم أن انتخابات 2018 العراقيين سحبوا اعترافهم ولم يشارك في هذه الانتخابات سوى نسبة تقل عن 14%، والدستور العراقي يقول أن نسبة المشاركة على الأقل يفترض أن تكون 20 كما هو معمول دوليا. عادل عبد المهدي لا زال يعتمد على الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري وعلى الملثمين وعلى سرايا قاسم سليماني، وهذا خطأ كبير. نعم، لكن سيد علي القضية، وعذرا عن المقاطعة، القضية لا تقتصر على عادل عبد المهدي، وأنت تعرف بأن الشعب العراقي هو عمليا يطالب بنظام سياسي جديد يتجاوز كل هذه المنظومة الطائفية، خاصة وأن رئيس الوزراء يتم تعيينه في الفترة الحالية من خلال توافق الكتل البرلمانية الكبرى. سيدي الكريم، ثبت أن هذه الكتل البرلمانية الطائفية لا تمثل أي من المكونات الشعب العراقي. الشيعي لا يمثل الشيعي، والسني لا يمثل السني. الشارع قال كلمته، نحن أمام جيل عراقي جديد يريد أن يبعث ويكون ويؤسس لعراق جديد، عراق مستقبل، عراق بعيد عن الطائفية والعفن الطائفي والولاءات والانتماءات الحزبية التي مزقت العراق. نحن أمام 1200 مليار سرقتها هذه الأحزاب. عادل عبد المهدي الآن يتشبث في هذا الأمر، وإحالة الاستقالة إلى البرلمان وسيلة مماطلة. نحن والشعب العراقي والعالم كله الآن يطالب بإنهاء هذه العملية السياسية المسيسة وبناء عملية سياسية بعيد عن المحاصصة الطائفية والمسميات الحزبية والعمائمية. وصلت الفكرة. سيد علي القيسي، رئيس جمعية ضحايا السجون الأمريكية الإيرانية في العراق، كنت معي عبر خدمة سكايب من برلين، شكرا جزيلا لك. إلى لبنان، نظم ناشطون اليوم وقفة احتجاجية تخللتها إضاءة شموع أمام السفارة العراقية في بيروت تحية لضحايا أحداث العراق، ويستعد اللبنانيون أيضا لتنظيم غدا الأحد ما سموه أحد الوضوح، في إشارة إلى وضوح مطالبهم التي يريدون بها منذ 17 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، ومن أهمها تشكيل حكومة كفاءات تستبعد كل الوجوه الطائفية والسياسية القديمة.
شيع جماهير فلسطينية جثمان الفتى فهد الأسطل 16 عاما والذي قضى أمس بنيران القوات الإسرائيلية خلال مسيرة العودة عند سياج الفاصل قطاع غزة شرق خان يونس. وفي وقت سابق قصف الجيش الإسرائيلي عدة مواقع قال إنها تتبع لحركة حماس ردا على إطلاق قذيفة من القطاع صوب الجانب الإسرائيلي، علما أنه لم يبلغ عن وقوع خسائر بشرية لدى الطرفين. وصلت انه يعني ابني مش رايح، مش شايل الحاجة، مش شايل سلاح، مش شايل حاجة انه يأذيهم، ولا رايح يضرب عليهم صاروخ ولا يعمل حاجة لهم. ولد صغير، ليش هم كل يعني بدنا نعمل احصاء للي بيستشهدوا كلهم صغار، فيش فيهم واحد كبير. تعرض نائب العربي في الكنيسة الدكتور أحمد الطيب اليوم لهجوم لفظي وجسدي، وذلك خلال مشاركته في ندوة ثقافية في مدينة رمات هاشارون الإسرائيلية. ووصف مشاغبون الطيب بالإرهابي والقاتل، بينما ضربه آخرون على رأسه وجسده بالعصا ورمي أشياء نحوه. يذكر أن الطيب وخلال الندوة قال إن دعم كتلته القائمة المشتركة للحكومة من الخارج سيؤدي إلى مقتل أحد أعضائها لتلقيهم تهديدات من متشددين يهود. أعلن زعيم تحالف كحول فانا بني غانس أن أعضاءنا في حزب الليكود الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعربوا عن رغبتهم في تشكيل حكومة وحدة دون نتنياهو. وكتب بني غانس في منشور له على صفحته في فيسبوك الليلة الماضية أن نتنياهو أصبح عبئا على أعضاء الليكود. وجدد غانس عرضه بأن يتولى نتنياهو في حال تم تبرئته من تهم الفساد رئاسة الوزراء في الدورة الثانية، بعد أن يتبوأ غانس المنصب في الدورة الأولى ضمن حكومة وحدة وطنية. أكد وزير السياحة التونسي روني الطرابلسي ضرورة أن تفتح بلاده الأبواب لجميع الزوار اليهود بهدف ممارسة شعائرهم الدينية، موضحا أن السياسة لا دخل لها في الديانة. وفي حوار له مع وكالة الأنباء الألمانية قال الوزير اليهودي أن 90% من السياح اليهود القادمين من إسرائيل هم من أصول تونسية، وأن لهم الحق في دخول بلدهم ضمن امتيازات من بينها حصولهم على جوازات سفر. وبحسب الطرابلسي فإن الرئيس التونسي قيس سعيد أكد أنه ليس لديه مشكلة مع أبناء الشعب اليهودي. شارك المئات في مسيرة وسط العاصمة السودانية الخرطوم للمطالبة بالعدالة للمتظاهرين الذين قتلوا في الاحتجاجات ضد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير. وقتل أكثر من 250 متظاهرا وأصيب المئات في الاحتجاجات التي اندلعت نهاية العام الفائت. وأجرت السلطات الانتقالية بما في ذلك حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك عدة تحقيقات حول مقتل المتظاهرين، إلا أنها لم تفض إلى نتائج ملموسة تلبي مطالب المحتجين. ردا على منتقدي التعاون البحري مع ليبيا والتنقيب بشرق المتوسط، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن السفن التركية في المنطقة ستروح مكانها. وأكد أردوغان عزم بلاده مواصلة التنقيب عن الهيدروكربون بمنطقة شرق البحر المتوسط وتطبيق اتفاق تم التوصل إليه مؤخرا حول التعاون مع ليبيا بمسألة الحدود البحرية، وذلك على الرغم من انتقادات من مصر وقبرص واليونان مفادها أن تركيا لا تملك الحق في التنقيب في تلك المنطقة. أعلنت الشرطة البريطانية أن رجلا يشتبه في أنه منفذ الاعتداء الذي قتل فيه شخصان طعنا عند جسر لندن هو سجين سابق أدين قبل 7 سنوات بجرائم إرهابية. وكشفت الشرطة أن رجل يدعى عثمان خان ويبلغ من العمر 28 عاما، مشيرة إلى عدم السعي لتعقب أي مشتبه به آخر على ارتباط بالحادث. وقد قتل المهاجم الذي كان يرتدي حزاما ناسفا مزيفا برصاص ضباط الشرطة إثر الهجوم الذي أسفر عن مقتل شخصين وجرح تعبيره. وتقدم موريو أيضا الأسبوع الماضي بشكوى جنائية ضد موراليس أمام المحاكم البوليفية متهما إياه بالتحريض على الفتنة والإرهاب بسبب ما زعم أن الرئيس السابق دعا أنصاره إلى محاصرة المدن وقطع الوقود والمواد الغذائية. إلى ذلك نقول قد وصلنا إلى ختام هذا الموجز الإخباري من i24 News. شكرا للمتابعة، في أمان الله.